كيف ما تابعتوا معنا في الحلقة السابقة، بشرة بدأت في عملية الميكروبليدين بعد ما هي أتفت مزرة حاجبي بشرة، خدات القياسات ديالها ورسمت حدود الحاجبين الخارجية. وصلنا للمرحلة الثالثة، شنا هي في نظركم؟ كيف ما كنشوفوا أنه فاطمة الزهراء اقترحت عليا هاد لافوس، ولكن تنشوفي ان موتيني العينيه الاخص ملي غادي نكون باكي، كان عندي واحد الديفو هنايا صلحته ليا، اي او ميم طون هاد ليسباس هذا كان عندي واسع، ولكن دابا جا هو هذاك، فندوز للمرحله الثالثه. بالرغم من ان التقنيه بسيطه جدا وغير جراحيه، الا انها كتحتاج لاستخدام مخدر موضعي فقط تفادي الالم اللي كتختلف درجاته من شخص لاخر. دابا درنا الانستيزي بومات، غنخليوها 15 مينوت ومن بعد غنبداو ميكروبليدين. من بعد ما دازت دابا 4 ساعه غادي نبداو في ميكروبليدين، وغنحاول نقلب على لا كولور اللي غتجي مع لو تان ديالها ومع لا كولور ديال عينيها. انا عندي 3 كولور، داك غادا ديال المارون، غنحاول ندير لا كولور اللي غتجيها مع اللون ديال الحواجبها وتكون ناتورال وتجي ناتورال بيان سور. بعد ما مزجات الخبيره ديالنا لونين من درجات البني المختلفه، بدات تفتهي الات الميكروبليدين اليدويه. نسمعوا عليها اكثر. هذا هو الستيلو باش كنخدموا ميكروبليدين، غادي نركبوا فيه الغازوار ديالو، ودائما كنوريو لا كليونت باللي ديالها بوحدها وكنحليوها قدامها باش تعرف باللي ديالها مهمه هذه القضيه، لا كليونت تشوف الغازوار ديالها، حيت المرة الجاية هو اللي غتعاود نخدمو لها به. أما دابا فوصلنا للمرحلة الأخيرة. دابا وصلنا للمرحلة الأخرانية اللي هي غنبداو دابا الميكروبليدين، ركبنا الغازوار في الستيلو، ودابا غادي نبداو، وهاد العملية كتبغي تركيز والتدقيق. العملية كتطلب تركيز كبير وكيتم خلالها رسم شعيرات الحاجب، كل شعرة منفردة. هاد المرحلة كتاخذ وقت كبير نظرا للدقة ديالها ومدى كثافة الشعر المطلوبة. من بعد ما سالينا دابا غنمسحو باش نشوفو النتيجة. بعد ما شفنا النتيجة النهائية، في نظركم واش بشرى غادي تكون راضية حتى هي ولا لا؟ تبارك الله عليك فاطمة الزهراء. في الحقيقة الرسم اللي رسمته في الأول هو اللي احترمت، هذه هي لا فورم ناتورال. كانوا عندي شوية رقاق عمراتهم ليا، فنفس العبار نفس القياس، هذو هما الحجبة اللي خاص الفورمة ديال وجهي. ملي غادي نكون ماكيي غادي يبانو أكثر، تلقاو في البلاطو. كيف ما كنشوفوا تقنية الميكروبليدينغ كتعطي الغوكار واضح وباين، وكل مرة كتلقى حلول الحجبان ديالها. الثمن ديالهم ماشي غالي، كيتراوح ما بين 1500 و 3000 درهم، وكل المرأة من حقها أنها تكون جميلة. وملي غنسالي أنا غندي مهدي قد عيني. الله يحفظك، بارك الله فيك وتبارك الله عليك.